ايام الهوائيات حتى كمان السكادو النهائي ممكن نبص على الجدول ما فيهوش تعديل. نعم الجدول ما فيهوش تعديل هو نهائي. لا مش خلاص هو نزل لينا والناس قالت عبط ان هم خدوا المواد اللي هتبقى ام سي كيو في الاخر. قلنا الدكتور نبيل على التعديل ان احنا عايزين نعدل قال لنا اولى وفريشمان ما لهمش تعديل، التعديل هيكون من اول المستوى الثاني بس علشان مواعيد المواد المتداخله. هي ممكن هي مشكلتكم المفروض انتوا هنا والكريدت في السنتين دول الاعداد الكبيره استحاله ان تطلع ليه بقى؟ يعني المشكله دي مش ظاهره عندكم لسه عشان انتوا الكريدت ما طبقش هنا الاعدادي اولى بس جاست انك وصلت تالتة ورابعة في مشكلة كبيرة جدا في امتحانك، ممكن واحد يبقى في رابعة ولسه معاه مادة تالتة ومعاه مادة، حط المادة دي امتحان هيتعرض مع جدوله هو. فنتيجة التعرضات الجامدة جدا دي بيبقى الجدول فعلا بيتثبت للأعداد الكبيرة بالذات. إن نايم عشان أقدر أحط التعرضات التانية، بس أنتوا ما عندكمش مشكلة، الكريدت نكفي. إن الكريدت عشان مش شغال من الأول في ناس خلاص سينيور بسينيور كله حتى في الجراديويت خالص في الاخر ده في منهم مخلص وعلى مدى في واحده تعرضاتهم مشكله عشان كده الامتحان بتاع الكوانتم انا كنت طالب انه واحد من غير كده انا عندي هناك ثلاث ناس في ثلاث دفعات وانتوا هنا دفعه لو اتحطت المواعيد مختلفه هحط اربع امتحانات في نفس الوقت طبعا ده استحاله ان هم يكونوا ايكول لا يمكن وبعدين طبعا يعني المشكله بتاع الدكتور مجدي دي برضه خلي التقرير انا هيصلح ال 700 كلهم لوحده فدي هتبقى المهم ما تقلقش يعني بس المهم قبل الامتحانات انا هشوف جدولك اديني جدولك وجدولك خلاص واللي بالنسبه لك ممكن احط لكم وقت منكم عاوز قبل الامتحان اللي هو يومين قبل الامتحان احط لكم بعدين فيه اكون موجود في البيت حاجه جديده حتى لو اعدادكم اكبر شويه انا عندي في سبوره في المكتبيه يعني الماس ريليتد للريديوس اوف كيرفيتشر او عكسي مع
الجبهه عشان حته دي سببت ديفيوجن كتير جدا كون سايدون. يعني هي مع الريديوس ولا مع الكيرفيتشر؟ هي عكس مع الكيرفيتشر يبقى دايركت مع الريديوس والكيرفيتشر. طيب تعالوا بقى بسرعه كده انا هراجع معاكم لان احنا اخر نقطه هناخدها الكونسبت اوف جول. الحته دي مهمه جدا وهي هتقابلنا على طول في اول ليكشر في السيمي كوندكتور، عشان كده انا هركز عليها هنا عشان مش هعرف اعيد البان سيمي تاني في الجزء بتاع السيمي كوندكتور. بصوا بقى هبقرر ببعض النقط بس اللي احنا كنا عاوزينها. احنا طبعا كنا اول نقطه بدينا بيها من الاي تي كيرف كنا محتاجينه عشان نحسب السرعات. فلو انت عندك البان كانت بالمنظر ده ادي العلاقه ما بين الاي والكي، تعالوا خدوا حتى اول باند هنا بسيطه جدا، اول باند لو واحد بص من هنا ادي العلاقه ما بين الاي والكي. سؤال برضه اتسالته اكتر من مره مش عارف يعني الكونفيوجن ده كله جاي منين. وبعدين يقول لك ازاي البوينت دي غريبه جدا، ليه يعني؟ يقول لك ليها انرجي وما لهاش مومنت. انت دلوقتي قاعد هنا ليك بوتنشال انرجي ولا يبقى ليك بوتنشال انرجي ليك توتال انرجي، ما الاي دي التوتال انرجي، هل انت ليك سرعه؟ يبقى اذا انت جوه الباند ممكن جدا نتيجه التاتم اللي حواليك ليك بوتنشال معين بس مش شرط يبقى لك كاينتك. فاذا كون ان الحته فيها اي ولكن ما تلاقيش فيها مومنتم دي مش غريبه. امتى تبقى غريبه؟ لو البوتنشال بصفر. يعني لو قلت لك انك ليك توتال انرجي لكن مالكش بوتنشال انرجي، ما التوتال انرجي لازم يبقى كاينتك، فازاي ساعتها اقول لك ان المومنتم بصفر؟ لكن كل باند من الموجودين دول في تقايض بالاتومز اللي حواليك بشكل مختلف، فكل باند ليها بوتنشال انرجي وليها كاينتك انرجي، وما تنسوش ان الاي دي هي التوتال انرجي، فحته انها تبقى في لحظه بصفر او في كل باند تجد بوينت فيها بصفر دي طبيعيه جدا. البوتنشال انرجي اللي انت واخده قد البوتنشال انرجي بتاع المكان اللي انت او التوتال انرجي قد البوتنشال انرجي بتاع المكان اللي انت واخده. هنا بقى لو انت جيت طلبت منك حاجتين بس بسرعه، طب انك تحسب الفلوستي. الفلوستي هو بالظبط التانجنت اللي هي دي اي باي دي كي. فمعنى كده انك عند اللور باند اول الباند واخر الباند دايما السرعات بكام؟ بزيرو. وده برضه بيفسر ان عند الباند ما بتنقلش الا الباند اللي بعديه، ان عند الباند بتبقى كينيتك زيرو مفيش حركه مفيش انتقال للباند اللي بعده الا لو اخدت انرجي معينه وده احنا هنشوفه. الكلام ده بقى اولا ما خلي بالنا من حاجتين. السرعات في الباند نص الباند تبقى ليها سرعات واتجاه، نص الباند الثانيه سرعات ثانيه. الكلام ده عشان احنا بنتكلم 1 دي. لو بنتكلم 3 دي هتلاقي برضه نفس الحكايه، يعني لو في 3 دايمنشن هتلاقي برضه اللي بيجري في الاكس قد اللي بيجري في الواي، والافرج فلوس بتاعت الاكس قد الافرج فلوس بتاعت الواي ناقص اكس اس، بتاعت بلس واي هي ماينس واي. يعني الكلام ده لو 3 دي بيتكرر نفس الشيء. طبعا ده بقى وصلنا لحاجه مهمه جدا، ان لو قلت جيت قلت لك مثلا الباند الاولانيه دي اوكيباي مثلا نفترض ب 100 الكترون، هتلاقي ان 100 الكترون دول في 50 منهم ليهم افريج فيلوسيتي في الدايركشن، ال 50 التاني ليهم نفس الافريج فيلوسيتي في الاتجاه العكس. فلو كل الالكترونز موجوده هتحس انت ان الكرنت بزيرو. عشان كده الموضوع مهم جدا ان لو كان عندك فيلد باند فول فيلد باند يعني مليانه تماما او توتال فيلد، هيبقى انت عندك هنا مفيش اي كونتريبيوشن للترانسبورت للحركه، او بمعنى اصح لما نيجي الترم اللي جاي نتكلم هنقول على الكرنت يبقى الكرنت بزيرو. تمام. من هنا بقى ابتدينا ناخد بالنا من حاجتين. اولا انك انت لو عندك فول باند كل الالكترونز موجوده مهما ما تحط الكتريك فيه مش هتحرك حاجه، لان هم كلهم اوكيبايد في كل الاماكن الا لو الفيلد ده كان قادر ان هو ينقلك الباند الاخر. ليه بقى؟ ادي الكيس اللي موجود. بص ادي باند مش فول مش فول فيلد يعني بارشلي فيلد. لو بصينا هنا طول ما مفيش الكتريك فيلد الافريج بصفر، ده بركز عليه من مره كذا مره. افريج بصفر ليه؟ ان المجموعه دي والمجموعه دي ليهم نفس الافريج فيلوسيتي ان اوبوزيت دايركشن، فبرضه الحركه بزيرو. لو حطيت بقى ابلايد فيلد ده لازم تبقى بص هنا وقلت لك سمول فيلد، سمول فيلد يعني معناها ان هو بس مجرد يحركك حركه بسيطه. هتلاقي في الحاله دي مثلا عدد
الالكترونز او عدد الستيتس اللي اتملت هنا تختلف عن هنا، كده على طول انت كسرت البالانس. فمعناها ان في ده في مكان المجموع بتاعه بيجي في دايركشن عكس الداتا. يبقى خلي بالك بس من الحته دي، انك انت هنا مهم جدا هل في فول فيل تماما مليان على الاخر او لا. الفرق بقى بين الانسليتور والسيمي كوندكتور، السيمي كوندكتور عندي زيرو ديجري كيلفن، دي حالته هو والانسليتور. الفرق بقى بس هنا الجاب دي كبيره قوي في الانسليتور، في السيمي كوندكتور صغيره، عشان كده عند الروم تمبريتشر بتبقى درجه الحراره كافيه قوي انها توصلك للحاله دي. وكمان بقى مش هتبقى كده بس، هتبقى كده وفي موجود فوق في الكوندكشن باند، ده احنا اتكلمنا عليها. بعد كده جبنا الايفكت الماس وحسبنا الايفكت الماس، والكونكلوجن بتاع الايفكت الماس خلي بالك بقى ان وصلنا الى الكونكلوجن مهم جدا، ان الايفكت الماس حته انها بوزيتيف او نيجاتيف دي ما تخرجش غير دي ليست ريال ماس، دي بتفهمك حاجه من دي. يا اما انا بحط دايما اي واحد يعرف عشان الحته دي برضو بتتفهم بسهوله. انا لو عندي كوره وبزقها، الشيء الطبيعي ان الاكسلريشن بتاع الكوره يزيد في اتجاه الفورس صح؟ يبقى انت دايما بتحط اكسترنال فورس عشان الكوره دي تتحرك. طيب سؤال، لو واحد منكم بيزق حاجه ولاقي سرعتها او الاكسلريشن بتاعتها بدل ما بتزيد بتبتدي انها تقل، لازم على طول بتفهم ان في اكسترنال او في قوه ثانيه اديشنال فورس 100% هي اللي بتعمل لك الكلام ده. الاديشنال فورس هنا جاي من ماتيريال اتسيلف، عشان كده بنقول انك عندك حاجتين، حاله ممكن تجيب فيها الماس بوزيتيف، انت فهمت بقى الماس بوزيتيف انها ماشيه مع الاكسترنال فورس، في لحظات ممكن تجد الماس نيجاتيف. الماس نيجاتيف يعني انت بتحط اكسترنال فورس لكن بتجد ان البارتكل ما بتزيدش سرعته، ده بيحصل له دي اكسلريشن، او حتى ينعكس خالص يبقى ماشي عكسك. يعني ممكن حاجتين، يعني يا اما تحط انت فورس تلاقي الالكترون مش بتزيد سرعتها دي بتقل، او كمان ممكن تحط فورس في لحظات تلاقيه جاي بيتحرك عكسك. كلا الاثنين كما لو كنت عندك ماس بي النيجاتيف، يعني كان الاشاره نفسها اتغيرت بقت العكس. الكلام ده بقى احنا اخذناه وابتدينا نفهم منه حاجتين، ركزوا بقى، ان دايما عند بدايه الباند الماس بوزيتيف، دايما عند الاند بتاعت الماس الاند بتاعت الباند الماس نيجاتيف. ده كان اول كونكلوجن هنا اخذناه. حاجه برضو اخيره بقى ركزنا عليها المره اللي فاتت، قلنا ان احنا دايما لما بنيجي في السيمي كوندكتور، خلي بالك بقى النقطه دي مهمه جدا، طبقا للكلام ده يا ريس الايفكت الماس دي اي باي دي كي ادي المعادله بتاعتها. معنى كده ان جوه الباند في اي مكان فيه الماس تبقى ثابته. لا ده لو مش انت ده اللي شايفه كده. من نقطه لنقطه طبعا الماس عماله تتغير. اول ما بتيجوا تدرسوا في السيمي كوندكتور هيجي يقول لك ان الماس ثابته. هي دي اللي انت بتخطط. يقول لك بص هيقول لك ان الماس بتاعت الالكترون الايفكت بتاعت الالكترون مثلا 0.2 ام نقطه. معناها انها 0.2 × 9.1 كيلو. دي معنى. طيب واضح جدا كده ان الايفكت الماس هنا مقدار ثابت ولا لا؟ هي 2% او 20% من الريست ايه؟ ماس. طب الكلام ده هتيجي تقول لي المفروض غلط، ان جوه اي حته في السوليد لازم من حته لحته الماس ايه؟ تظهر او لا. هنا في ابروكسيميشن انا قلته ما اعرفش المره اللي فاتت ولا لا، لكن انا بركز على حاجات فاينل. يعني انت عندك الباند بتاعتك كده. بص بيجي يفترض ان الجزء المين ده كانه جزء من البارابولا، وجزء ده برضه يعتبر كانه جزء من البارابولا. ابروكسيميشن. بس خلي بالك، هل الابروكسيميشن ده يتم في اي حته جوه ولا عند الهند؟ عند الهند. طب اشمعنى عند الهند؟ فده بقى السؤال، يعني ليه احنا بنخبط الابروكسيميشن ده عند الهند؟ بص ادي الفيلنس باند، واحنا اتفقنا عليه ان هو فول اوكيوبايد. ادي الكوندكشن باند في النورمال هيبقى فول ايه؟ امتى. دلوقتي لو انت هتبتدي تفضي جزء من الالكترون، هل هتفضي اللي جوه ولا هتفضي اعلاهم؟ اعلاهم. يبقى معنى كده اللي هيفضوا هنا هيبقوا في الابر باند، اللي هيتملي هنا هيبقى فين؟
في اللور. ففي الريال كيس في السيمي كوندكتور طول ما انت بتتكلم على النورمال كيس دايما بتفضي من الابر باند وبتملى اللور. عشان كده بيبقى الابروكسيميشن اللي انا عملته هنا ده بيبقى بارد جدا في الحته الصغيره قوي اللي تحت والحته الصغيره قوي اللي فين؟ اللي فوق. طيب اذا كان عندك الاي كده جرام جزء من الجرام اي معدل بربرة في الدنيا اي سكوير هتساوي اي اس بتساوي كونستنت معين خليه بلاش كي عشان ما تاخدوش بينهم في الموجب ده طبعا في كي ايه؟ اسكوير دي معدل بربرة دي لو ضبطتها مرتين هتديك ايه على طول؟ كونستنت عشان كده بيبقى الافكتيف ماس بعتبر الكونستنت في الرينج اللي هو اللي فوق ده والرينج اللي فين؟ اللي تحت. طب سؤال امتى الاثنين يكونوا ايكوفلنت ماس بالظبط؟ لو الكيرفيتشر هو هو لكن افرضوا مثلا عندكم حاله كده ادي الكيرفيتشر فوق عامل كده والكيرفيتشر تحت عامل كده هل الناس هنا والناس هنا هتكون ايكوال؟ لا طبعا فهمت ان الكيرفيتشر تتوقف عليه يبقى ممكن يكون عندك اكتر من الكترون اللي فوق ده هتعتبر كمان بوزيتيف ايه؟ ماس اللي تحت ده هتعتبره عشان هو اسف ده في القبر ده في القبر يبقى ده نيجاتيف ماس وده في اللور هتعتبره ان ليه ايه؟ بوزيتيف ماس بوزيتيف ونيجاتيف لكن هل القيمه هي هي؟ يا حفظ واحده واحده اوصل احنا بيه دلوقتي افرضوا ان انا عندي تو بانز ادي باند اهي مليون باشمهندسين بس انا حافظ عشان الحته دي تتفهم وادي الباند اللي وراها فقط افرض ان في الكترون من هنا ساب مكانه ده وانتقل هنا. خلاص؟ ساب مكانه تحت بقى فاضي والالكترون ده انتقل. انا بسألك الماس بتاع الالكترون تعتبرها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف ليه؟ انها فين؟ في اللور باند صح ولا لا؟ مش ده مناطق بقى هو فين؟ في اللور باند. طيب الالكترون اللي هنا بقى اللي جنبه صح الالكترون ده لما تيجي تتعامل معاه ده هو موجود في مكان في الابر باند يبقى هتعتبره كمان ايه نيجاتيف ماس فاهم بقى دي حته نيجاتيف ماس او بوزيتيف ماس الفرق بقى بينهم ايه؟ انك لو واحد مثلا راح حاطط ابلايد فورس خارجي هتلاقي واحد منهم بيتحرك مع الفورس ده اللي هو بوزيتيف ايه؟ ماس النيجاتيف ماس كانه بيتحرك فين؟ عكسها دي معنى انك انت جوه الباند جزء منك عند القبر واللور يعني ايه معناها ان الافكتيف ماس بوزيتيف او نيجاتيف وصل دي من فضلكم معناها لو حطيت ابلاي فيد على الحته دي ابلاي فورس على الحته دي هتلاقي دول بيتحركوا واحد مع الفيد وواحد عكس الفيد في عندكم اي مشكله هنا من فضلكم في الكومنتس دي بقى يبقى اول اهم حاجه اللي ابتدينا نفهمها وبعدين ما تتخضش من حته بقى بوزيتيف ماس او نيجاتيف ماس ما تتخضش انت فهمت هتحط ابلاي فيد واحد هيتحرك مع الفيد والاكسلريشن تزيد، الثاني هتلاقي الاكسلريشن بتاعته عماله تقل لغايه ما بنوصل للصفر او اللي بيمشي ايه؟ عكس فهي دي معناها، لكن هي فيزيكالي مفيش حاجه طبعا اسمها نيجاتيف ايه؟ ماس او حاجه، انت بتتكلم افكتيف ماس وليست ريال ماس. هنا بتتكلم فقط على الاكسترنال فورس وبتاخد الماس جواها الانترنال فورس اللي موجوده عندك. يبقى الرسمه دي ابتدت تتفهم، طبعا هي الرسمه دي فيها حاجه مش مظبوطه بس حته ان الماس تندس تو انفينيتي وانا قلت لك ده جاي من ان انا اخدت البوتنشال اخدت البوتنشال ستيب يعني حتى البوتنشال ستيب دي هل في حاجه فيزيكال تغير سادن تشينج؟ لا لكن طبعا ده الابروكسيميشن عشان كان يقدروا يحلوا شرودنجر ايكوتشي الريال كيس لو ماده زي دي حقيقيه كنت هتلاقي كده الماس بتقل لغايه هنا وبعدين تروح قلبه من قبليها وطبعه تزيد وبعدين ترجع تاني يعني ما تلاقيهاش راحت الى الفيلم لما تيجي تعمل اي ريال بقى كيس بس يعني تشيل الشارب ايدج اللي انت كنت عارفها هتجد الناس اه بتزيد الى فاليو معينه بس ما بتنش تو انفينيت ولكن احنا عارفين ده كويس قوي ان احنا عاملين الستيب دي وعارفين الموديل من الاول فيه مشكله. طيب كده خلصنا من دي وبعدين ابتدينا نفهم ان طبقا للكيرفيتشر اللي عندي قيمه الناس بتتغير. اوكي. وادي هنا ده اللي عملناه في رابلة. وبعد كده بقى فضل اخر حاجه عندنا اللي هو الكونسبت اوف بول دي اولا بص الحته دي عشان تتحط هنا الناس بتفكر ازاي مش مهندس
ان دي حاجتنا بقى في الترم اللي جاي. حد عنده سؤال في اللي فات؟ اصل اللي فات مرتبطه بدي جامد. تعالوا اوريكم بقى جابوا منين فكره الكونسبت اوف هول. انتوا كتير جدا من دراسه الثانوي الحته دي يعني قاتله. ليه؟ انك انت دايما عندك ايه هو الهول؟ يقول لك الهول مفيش هول. طب ما هو بيفندس يعني فجوه مثلا. ما بس عاوزين نفهمها يعني الكونسبت اوف هول ده جه منين؟ ليه الناس اتكلمت على تقول الكترون اند هول؟ طب ما كانوا يقولوا الكترون مفقود والكترون موجود. لا طبعا العمليه مش كده، هتعقدك جدا في الكيمياء. عشان تفهم الحته دي من فضلك انا هوري لك كيس لكن ما تكتبش حاجه بس افهم الكونسبت دي عشان ما تعملش كونفيوجن دي كلها. انا هوريها لك وبعد كده اشرحها لك في الديتيلز بقى واقول لك احنا جبنا منين مبدا الكونسبت. انا في حاجتين بس هشرحهم لك تبتدي تفهم. الاول بص فيزيكال هتعرفوا ان في حاجه بعد كده اسمها الموبيليتي. الموبيليتي اللي هي قابليه الحركه لاي حاجه في الدنيا دايما بروبورشنال عكس مع الناس. يعني لو انت سيف دايما او انا مش ايكوال طبعا بروبورشنال مع الناس. مثال بسيط انت النهارده لو عندك عربيه صغيره او عجله قولوا لي مين قابل لو عملت عليه فرصه انه يتحرك؟ اكيد العجل صح. انت لو جيت لقط دوري يعني لو تحتك ده يبقى كويس جدا وغالبا مش هتقدر. فدايما الموبيليتي يقصدوا بيها قابليه حركه البارتكل، ان البارتكل ينتقل ويمشي نتيجه ابلاين في ذا مايند. بكل تاكيد لو حاجه ليها ماس عاليه دايما هيبقى ليها قابليه حركه ايه؟ قليله. هننزل احنا التفاصيل بتاعت الموبيليتي بس النقطه اللي انا عاوز انبهك ليها ان قابليه الحركه في اي مكان دايما عكسي مع الماس اللي هي موجوده او انت بتحرك. طيب تعالوا بقى اوريكم كيس كده كانت هتبقى صعبه شويه لو عاوزين نكتب الايكويشن في السيمي كوندكتور. اولا احنا عندنا هنا في السيمي كوندكتور انت عارف ان الاي جاب صغير. معنى كده ان في الكترونز هتنط من هنا تطلع فوق كويس؟ يبقى انت عندك هنا في الكترونز وفي حروف قد من هنا تطلع فوق. يبقى احنا عندنا في الكترونات في الابر باند وفي الكترونات فين؟ في اللور. اما هتيجي ندرس السيمي كوندكتور هنلاقي اي كي دايجرام بتاع دول طبعا دول في اللور باند بنجد ان الكيرفتشر واسع. هنرجع للكلام ده بالتفصيل بس انا دلوقتي هنت سريع. اللي فوق دول هنلاقي ان الكيرفتشر بتاعهم مثلا دايما. معنى كده هل دول ليهم نفس الناس بتاعتي؟ لا. ليه؟ ان جوه الفينوس باند تاثير الانترنال انرجي مختلف عن تاثيره جوه الكوندكشن. معنى كده ان الماس هنا افكتيف هتختلف عن الماس هنا افكتيف. عشان كده هنقول مثلا ماس 1 ماس 2 مثلا دي انت فهمتها. طيب تعالوا بقى نتكلم عن حاجه. اذا اختلفت الماس طبعا هيختلف ايه؟ الموبيليتي او قابليه الحركه. نرجع بقى لحاجات. لو واحد منكم حط فيل هتقول اللي في الابر هيمشي ايه؟ عكس الفورس واللي في اللور مع مثلا هتقول كده لو في فورس يعني افرض دي اتريكستر دي القوه الخارجيه. القوه الخارجيه شويه الالكترون ده هيمشوا مع ليه؟ عشان الماس بتاعتهم بوزيتيف يبقى ماشيين مع الفي. دول هيبقوا ماشيين ايه؟ عكس. معنى كده هتقعد تقول لي في ماس خفيف وماس تقيله. الكترون تقيل والكترون خفيف صح ولا لا؟ وهتقول لي كمان بعد كده قابليه حركه الكترون عاليه واحد قليل. واحد ماشي مع الفيلد وواحد ماشي عكس. تخيل انت بالطريقه دي لو في كل معادله هتكتبها لازم تقعد تحدد لي انت اي الكترون اللي بتتكلم عنه صح ولا غلط؟ طيب هوريكم بقى هم هيلاشوا الفكره دي ازاي؟ هنشوف طريقه ذكيه جدا مبنيه بقى على اللي انا هوريه لك على الفكره بتاعت الكونسبت اوف ايه؟ اوف
الدخول وهل كرف الدخول هيشيل بقى الكونفيوجن اللي موجوده عندنا دي ولا لا؟ بص يا ما تبداش حاجه مفضله ان انا افهم ان انا بشاور على حته صغيره لو طلبت منك على رسمه طب بص بقى ركز هسيب لك فرصه لو عاوز تكتب اي حاجه تاني بس هي اعدي السلايد دي الاول كلها عشان انا اشاراتي هتبقى على بوينت معين. دلوقتي نفترض ان دلوقتي ادي ده الفيلانس باند اهو ده شكل الفيلانس باند ادي علاقه الاي والكي في الفيلانس باند. طيب واضح كده الالكترون انا برسمها بالشكل دول موجودين اللي فوق دول ابر ولا لور؟ ابر صح ولا لا؟ ان احنا عارفين فيلانس باند اللي هو المجموعه صح ولا لا؟ يبقى لو بتتكلم على الالكترون هتتحرك هي لازم الالكترون ده بقى في الابر باند. طيب تعالوا نسال سؤال بقى هل لو الباند فول اوكيبايد وانا عاوز اركز بس على تو الكترون دول فقط هل هنا في نت موشن؟ لا طبعا الواحد منهم حركته عكس التاني. طيب تعالى بقى يبقى تحت تكتب كده ان الكرنت نتيجه الاثنين دول بكام؟ بزيرو. تعالى اسالك بقى سؤال بسيط هتقول لي الكرنت جاب ليه بالشكل ده؟ انا هثبتها لك ثانيه واحده اثبتها لك على السطر ولكن المهم انا عاوز الكونسبت لو ده هيتحرك في حته ده هيتحرك في حته فهيبقى سيجما الكرنت بزيرو بس جت منين ان سيجما الكرنت اي في بي دي هثبتها لك حاجه لكن انا عاوز بقى الكونسبت خطير افرضوا ان واحد من الالكترون ده مشي ده بقى معناه راح فين؟ ها؟ وهيسيب الفيلانس باند هياخد انرجي يروح الى انا بس ما يهمنيش راح ان شاء الله ممكن يكون اخد انرجي ساب الماء لكن انا عاوز اركز على حاجه اصبح في الحاله دي الالكترون يسبب كرامه طيب انا عاوز اوصل معاك بقى نكتب له معادله الحركه بتاعته ماشي يبقى دلوقتي خلاص انا عندي الكترون ماشي الاول ما كانش ليه تاثير عشان دايما في واحد بلا شيء انا متخيل معاك دلوقتي سخنت الماده حركت واحد منهم واحد حصل له سكاترنج حاجه خبطته ساب مكانه انا ما يهمنيش الاكزاكتنج دلوقتي جاي منين هو طبعا في الريال كيس الاكزاكتنج كله جاي من درجه الحراره سخن الماده شويه هتكسب بعض الالكترون في حركه هتسيب مكانها وتبتدي انها تتحرك طيب عاوزين نشوف بس نتيجه فقدان واحد من الالكترون ايه اللي هيحصل افرضوا بقى ان انا هبتدي اعمل ابلاي الكتريك افرض انا جاي الكتريك فيلد المنظر الفورس اللي على الالكترونز هتبقى في الاتجاه تبقى عكسه صح ولا غلط؟ انك عندك اي نيجاتيف تشارج تحط عليها الكتريك فيلد الفورس هتبقى في الاتجاه المعكس يبقى خلي بالك من فضلك ان اف اكسبيرمنت يعني لو انت عندك الكترون كده وانت حطيت الالكتريك فيلد بتاعك بالشكل ده انت عارف نتيجه الاشاره دايما الفورس اللي ايه هتبقى ماشي في الاتجاه العكس يبقى ده اف اكسترن وانت حتى عشان تتخيلها بسهوله عشان يبقى عندك الكتريك فيلد هنا لو ده نيجاتيف انت عندك ده بوزيتيف تشارج هنا نيجاتيف تشارج دول اللي يولدوا لك الكتريك ايه فيلد طيب بص معايا من فضلك لو انا عامل هنا افلت حاجه كده صغيره بس يبقى انت فهمت ان ده الكتريك ايه فيلد طيب سؤال اي اكسلريشن في الدنيا هتبقى فرص على طبعا لو انا بقى بس بدون الانترنال فيلد يبقى دي هتبقى الماس العاديه ولا الافكتيف ماس؟ ها؟ الافكتيف ماس ليه؟ لان انا اللي هكتبه هنا اف مين؟ اكسترنال ده اللي احنا عملناه هنا يا اخوان لو سمحتوا بقى ما الناس اللي ما ذاكرتش منكم الجزء ده هي حر انا لحقتك مليون مش هتكمل صح لو كنت فاهم الجزء الناس بقى اللي ما ذاكرتهاش فيها ارجع هنا ادي ده تعريف الافكتفنس اما جينا على الافكتفنس وركزنا في الاخر ان الاكسلريشن اف اكسترنال مش على الريال ماس على الافكتفنس طيب تعالى بقى اكتب معايا الايكويشن الباقيه كده ونشوف هل الايكويشن اللي انا كتبتها دي مظبوطه ولا بص هتقول لي اف اكسترنال على الافكتفنس اف اكسترنال خلاص واضح طبعا الكتريك فيلد كده ده ماشي عكسه هتبقى ناقص اي فين؟ في الالكتريك فيلد ناقص اي طبعا عشان شحنه الالكترون سالبه طيب سؤال هتقسم على الافكتفنس ركزوا بقى انا هنا لور باند ولا في الابر باند؟ الابر باند يبقى الافكتفنس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف يبقى كتبت ادي الافكتفنس
سؤالي، انا حاطط لك الماجنيتيود بتاعها بس حاطط لك الاشاره عشان تبعت. سؤال الايكويشن كده دي صح ولا غلط؟ فاهم معايا؟ صح ولا صح؟ هتقول لي ايه؟ الالكترون شحنته نيجاتيف والماس بتاعته عشان مكانه الماس بتاعته نيجاتيف. طب ده سؤال، هل دي تفرق في حاجه لو كتبتها بالمنظر ده؟ قول حسن ليه؟ انا هنا هعتبر الالكترون كان شحنته ايه؟ بوزيتيف، وخليت الماس بتاعته بوزيتيف، هل دي فرقت في اي حاجه؟ هو ده الهول. يبقى ايه هو الهول؟ الهول هو عدم الايكويشن دي زي دي بالظبط، صح ولا غلط؟ بس هو هيريح بدل ما يقعد يقول لك ماس خفيفه وماس قليله، بوزيتيف مثلا موبيليتي عاليه وموبيليتي قليله، واحد ماشي مع الفيلد وواحد ماشي عكس الايه؟ الفيلد. هيسمي واحد منهم الكترون والتاني هيسميه هول. ايه هو الهول؟ الهول بقى هيبقى التشارج بتاعته ايه؟ بوزيتيف، والماس بتاعته بوزيتيف. هل ده هيفرق مع ساعتها الفورس في اي حاجه؟ لا، هي هي نفس الايكويشن. كم واحد بقى؟ يبقى دلوقتي لو جيت قلت لك ايه الفرق بين الالكترون؟ انا مش عاوز وانا بكتب ايكويشن، دخلنا انتوا يعني انت مش متخيل اصلا انت هتبتدي تكتب معادلات. هتكتب لي معادله كرنت في الفيلنس بتاعي، لازم تاخد بالك ان الماس في الفيلنس غير الكوندكت، مش هتقول دي الماس الثقيله اللي ماشيه عكس الفيلد وهكذا، صح ولا لا؟ وانت بتكتب المعادله، طبعا الكرنت ليه دايركشن ولا لا؟ ليه دايركشن، هيبقى مشكله. هتيجي فوق تقول لي ده الماس الخفيفه والموبيليتي بتاعته عاليه وده ماشي مع الفيلد، طبعا انت هتبتدي تكتب ايكويشن زي النهارده خلاص انا حرقتك من الكلام ده، انت هتتكلم فوق هتسميه الكترون تحت هتسميه هول، وانت فاهم ان الهول هو ايكويفالنت لالكترون كان ليه نيجاتيف نيجاتيف ماس ونيجاتيف تشارج، انت اعتبرته دي بوزيتيف تشارج و بوزيتيف. هو ده الابروكسيميشن، وكل كتب السيمي كوندكتور بقى بتتكلم عن الالكترون والهول. اما يجي جوه السيمي كوندكتور هتلاقي فيه كرنت نتيجه الالكترون، كرنت نتيجه الهول، وانت فهمت ايه هو او الكونسيبت بتاع الهول جايه منين. دلوقتي متطلبس قبل ما اسيب السلايدز دهي ده بالظبط اللي انا كاتبه لك تحت. This means ان لو انا هحط فيلد الالكترون هعتبره اللي هو في الفيلنس باند كما ليه بوزيتيف تشارج وان هو بيتحرك ليه بوزيتيف ايه؟ ماس. هي دي بالظبط معنى الهول، بدل ما كان نيجاتيف تشارج ونيجاتيف ماس. ده الابروكسيميشن او ده هو الكونسيبت بتاع الهول الموجود. في دلوقتي حد عنده اي مشكله هنا بفضلكم يعني ايه كونسيبت اوف هول؟ ايوه. ما بيفرقش عادي الكيرفتشر لو فوق او تحت؟ باشمهندس انا هنا بقى عشان اعرفك بقى من الحته دي، ما هو اللي فوق او اللي تحت ده كان ده اللي بيسبب لك ان هو تطلع بوزيتيف او نيجاتيف، صح؟ انا عملت لك هنا ايه؟ مودلس والاشاره. يبقى المودلس دي هتتوقف على ساعتها الكيرفتشر فوق او تحت؟ لا خلاص، يبقى انت الناس هتبقى الابسوليوت فاليو، بس انت هتحطها نيجاتيف او بوزيتيف تبقى انت في الفيلنس باند او الكوندكشن. يعني بغض النظر عن الشكل. من غض النظر عن الشكل، هتحسب الماجنتيود. خلاص انا عرفتك من كده، دي ميزه ان انا قلت لك خليها بوزيتيف والثانيه خليها نيجاتيف من الاول خالص، يعني نيجاتيف خلاص انت ما فيش عندك حاجه هتبقى نيجاتيف ماس. انك اللي كان بيدي لك نيجاتيف ماس هو الالكترون اللي موجود فوق، انت هتعتبره خلاص كما لو كان بوزيتيف ماس وبوزيتيف بوزيتيف ماس وبوزيتيف تشارج. خلاص؟ ما هو دي لسه هكلمك عليها، انا اول بقى معادلات هخش فيها، هخش بعد كده على معادلات الكرنت اول ليكشر لينا ان شاء الله. اوكي ايوه. ما هو تعالى هنا اتفضل، انت دي الكويشن الصح بتاعتك كلها. طيب ايه الحل الوحيد هنا لو انت عاوز تشيل الاشاره؟ هتعمل ايه في الاشاره فوق الاشاره؟ مش انت عندك في اشاره ماينس فوق واشاره ماينس تحت. الماينس والماينس هتعمل ايه؟ هتشن. طب ما انت لو شلتهم كما لو كان شحنة الالكترون اصبحت ايه؟ والماس بتاعته. طيب ما ده اللي بنقوله، ما هو ده بنقول ان الهول بدل ما هتقعد تقول لي انت الاول كنت عندك المشكله، هتقول لي الالكترون اللي انت بتتكلم عليه في الفيلنس ولا في الكوندكشن؟ لو قلت لك في الكوندكشن كنت هتقول لي خلاص ده هعتبره بوزيتيف ماس ونيجاتيف تشارج. طب اللي كان في الفيلنس نيجاتيف ماس، وهتقعد بقى مش عارف مين فيهم التقيل ومين فيهم، وهتقعد في الايكويشنز كلها هتقعد تلخبط فين الالكترون ده، اي واحد فيهم ده التقيل ولا؟ طيب
النهارده الكونسول هتقوى البنا الزباله كلها، هتعتبر مفيش حاجه اسمها الك، هتعتبرها قول ايه هي الكون؟ بوزيتيف تشارج وبوزيتيف كده انت حليت، هي بالظبط ما تغيرتش حاجه، بس التعامل في الايكويشن هيبقى اسهل. انت بقى الناس صهوتها العمليه دي في الموديل دي، ان بيقول لك انا لو طلعت الكترون فوق، هو بيبص لها من ناحيه الالكتروستاتيك، يقول لك المكان ده كمان فقط نيجاتيف ايه؟ تشارج، يبقى الهول دي كانها عملت لك بوزيتيف ايه؟ تشارج، وهيعتبر اذا كان عنده بوزيتيف تشارج يبقى شيء طبيعي انه يمشي مع الفيلد مش عكس. يعني في ناس بتبص لها كده وناس بتبص لها كده، بس بدل التفاهم ان مفيش حاجه بالكونسنت كور، ان الهول ده مش تشارج بوزيتيف اللي انت حطيتها، دي ايكوفلنت لميسنج الكترون. اصل في ناس متخيله ان الهول ليها شحنه بوزيتيف، ما لهاش طبعا، يعني هي التمثيل الوحيد، بس يعني بيقول لك مشي، طب هو خلاص لو مشي انا ما اقدرش اقول ان هنا في بوزيتيف، لكن التوتال بتاع الماتيريال هنا كما لو كان ايكوفلنت انك انت حطيت واحده طيب في حد عنده سؤال تاني من كده؟ ادي الكونسبت اوف هول اتفهم؟ الحته بس الوحيده اللي انا قلت لك ان جي هنا سيجما اي في في ماشي، دي كتير قوي بعضكم لازم يعرفها عشان احنا بنستخدمها كتير جدا في الشابتر بتاع السيمي كوندكتور، على فكره دي موجوده عندكم في الماجنتيزم. ايوه ودرست السنه اللي فاتت في الماجنتيزم، لا طبعا ما كنتش بدرس المين ستريم، بس هو نفس الكورس الموجود في الكريدت، انا كنت في الترم الثاني في الكريدت. فهقولها لكم هي جت ازاي بعد كده عشان بس السلايد دي تبقى كامله. بصوا يا باشمهندس هي برضه حاجه مهمه جدا اعرفها. الكرنت والكرنت دينستي معادلاته جت كده منين؟ حاجه كده وانا هقول لك برضه مقابليه الحركه اللي هي موبيلتي داخله في الاعتبار ازاي. تمام مش وانسين بس وين دلوقتي انت لو عندك سوليد ماشي فيه الكترون بسرعه، سؤال هل سرعه الالكترون كلها واحده؟ انتوا لسه حتى في الباند سي للسرعة، اللي في الباند الأولانية ليها سرعات، اللي في الباند الثانية سرعات مختلفة، حتى جوه الباند في ناس ليها سرعة عالية جدا وفي ناس ليها سرعة قليلة. يبقى نفهم بس من حاجة كده، إن أنا هنا لما أجي أتكلم في الريكتس هل أنا عندي حاجة اسمها كونستنت فلوستي؟ لا، لكن عندي حاجة اسمها افريج فلوستي. طيب هنحسب الافريج فلوستي افرض انك انت عندك ان هيليوم عدد الالكترونات بتاعتك ان، الافرج فولوستي دي افرج فولوستي بتاعتك هي سيجما في 1 زائد في 2 زائد في 3 كلهم بتقسمهم في الاخر على مين؟ على مش دي الافرج فولوستي؟ يبقى دي ساعتها في الحاله دي انت بتقول عليها ما يطلق عليها بالافرج فولوستي. ممكن تتكتب كده بس ان في افرج هي سيجما اي من 1 الى ان هو العدد يضرب تحت واحد على ان هنا دي فاهمه دي؟ دي طبعا معناها انك تجمع بارتكل الاول الثاني الثالث الى عدد بارتكل ان وبعدين تقسم على العدد بتاعهم ودي هي الافريج فلوستي. خلاص؟ عشان برضو الناس تبقى فاهمه طبعا ان احنا جوه السوليد ما نقدرش نتكلم على حاجه اسمها افريج الا فعلا ان هي جت منين؟ يعني ليه ليهم كلهم ما لهمش نفس السرعه؟ تعالوا بقى كده نشوف ازاي احنا ممكن نحسب الجزء ده انت خدت يعني الترم اللي فات، بس انا هعيده لك يمكن مش هحتاجه في الكويشنز هنا، لكن هحتاجه جامد جدا في بدايه السيمي بس تفهم بقى من هنا عشان تفهم العلاقه بس اللي فوق جدا. ايه الديفينيشن بتاع الكرنت اساسا؟ انت بتعرف الكرم بان هي اخوان الاي بيساوي ايه؟ دي كيو باي دي تي، كميه التشارج اللي بتخش كروس سكشن اريا معين خلال زمن دلتا كي، صح؟ اللي انت تقول اي بيساوي دي كيو باي ماشي. طيب بص ادي اي بيساوي دي كيو باي انا عاوز اربط ده بشويه بارامتر
من البارامتر اللي بتهمني جدا كلنا كالكتريك انجينير عارفينه، بارامتر مهم جدا بنسميه ان، وبنسمي ان دي اللي هي النمبر اوف 3 الكترون ديت فول. خلي بالك مثلا الرقم ده بيحسبوه ازاي في الكبر؟ مثلا ماذا زي الكبر؟ هل الانر الكترون بتقدر انها تتحرك؟ مين اللي بيتحرك؟ اللي هو الاوتر اللي انت بتطلق عليهم كلمه فري. طب بسيطه جدا، هو عارف ان كل ذره الكبر فيها اثنين مثلا، وعارف المتر المكعب فيه كام ذره كبر. يبقى الرقم ان ده معروف بالنسبه للناس. الرقم ان ده معروف لكل انواع الماتيريال اللي في الارض، يعني ممكن اقول لك فعلا من قبل 1900 مثلا، يعني حدود 1895 او حاجه زي كده. الناس كلها بتوع الكيمستري اول ما حطوا الجدول الدوري والحاجات دي، ما هو الجدول الدوري والجدول المندليف والحاجات دي كلها مبنيه على فكره توزيع اللي زي الالكترون في الستيت. مجرد ما عرف انه يوزع الالكترون في الستيت عرف الاوتر الالكترون، فمعروف الرقم. الرقم ده بقى معروف في السيليكون والجرمانيوم والميتال واي نوع من انواع الميتالز انت عاوز. خلاص انا عاوز اجيب الكرنت بس الدلاله بتاعته. بصوا هفكر ازاي. انا عارف انك خدت البرنامج ده قبل كده، ممكن بعضكم يبقى فاكره بعض ناسيه، لكن انا يهمني اوصله وشكل الجي بعد كده اجهز. انا هفترض دلوقتي هنا ان في مجموعه من الالكترون داخله. انا عارف ان طبعا سرعتها مختلفه، فانا هقول انها داخله سي بافريج فيلوسيتي في داش اللي هي الافريج جروب او الفيلوسيتي المجموعه دي. طيب اسالكم سؤال، لو انا سبت الالكترون دي تخش لمده زمن دلتا دي هتمشي مسافه ايه؟ اكيد اول واحد هيجي هنا، اللي وراه هيجي هنا، اللي وراه هيجي هنا، خمسه. اول واحد ده هيكون اخترق مسافه في دي دلتا ايه؟ صح ولا غلط؟ هفترض ان دي ليها كروس سيكشن اريا ايه؟ طب اسالك سؤال، خلال زمن دلتا تي في كام بارتكل دخل؟ ده اللي انا عاوز احسبه. فاهمني عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ انا هاجي هنا ادي الكروس سيكشن اريا، هشغل الستوب بوتش بتاعتي لمده دلتا ايه؟ أول واحدة يوصل هنا، اللي وراه هنا، اللي وراه هنا، اللي وراه هنا، إن شاء الله. جيت قلت لك أنا عاوز أحسب البارت اللي دخلت السطح بقى عندي من الكروس سيكشن ده خلال زمن دلتا دي، هتقول لي والله هو عدد الكابل اللي موجود في الأسطوانة دي ولا طب الفوليوم بتاع الأسطوانة دي كام؟ بالظبط. الفوليوم هنا بتاع الأسطوانة دي أنا عاوز أحسبها لك كده، دي إن اللي أنا عاوز أحسبه اللي هو العدد اللي دخل A في V دلتا تي، ده يمثل مين؟ الفوليوم، صح ولا لا؟ طب ان دي ايه تعالى؟ نمبر اوف بارتكل ان بير يونت فوليوم. طب لو انا رحت ضارب كده في التاني سهله دي ولا ان ده 1000 الكترون بير سكند بير فوليوم، ادي الفوليوم اللي انا حسبته. فلو ضربت الفوليوم في العدد انا كده جبت كام الكترون ده. طب سؤال بسيط جدا، هل انا عاوز عدد الالكترون اللي دخل ولا الشحنه اللي دخلت؟ بسيطة جدا، يبقى أنا عاوز دي كيو. لو عاوزت دي كيو هضرب شحنة الإلكترون الواحد في عدد، يبقى دي هنا شحنة الإلكترون الواحد في عدد. وصلت بقى دلوقتي؟ في أي مشكلة؟ طيب، اللي أنت عاوزه هو مين؟ الكرنت. طب ما هو الكرنت هو عبارة عن مين؟ دي كيو باي دي تي، كأني هحذف الدي تي دي من هنا. يبقى إي إن في أدي ال إف. صح ولا بس دي أي سرعة هنا؟ الافرج انا واخدها خلاص بسيطه جدا. لو طلبت منك الكرنت دنسي، تعريف الكرنت دنسي هو الكرنت على الاريا، يبقى اي اوفر اي، يبقى هي معناها اي ان في في افرج، صح؟ طب بصوا كده، الفي افرج دي ممكن تشيلها وتكتب بدلها الافرج فلوسيتي، هي مين؟ واحد على ايه؟ ان سيجما في اوفر. لو كتبتها كده اي ان الفي افريج واحد على ان سيجما ان
في اي اي 1 الى ان. طبعا ان دي هتغير ان دي، يبقى القانون اللي موجود عندك هو عباره عن اي سيجما في اوف اي من اي تساوي 1 كام؟ 2. خلاص سامع؟ يبقى ده الاكسبريشن بتاع الكرنت دينستي اللي موجود عندك. طبعا هو ستريت فورورد ما فيهوش اي حاجه، لكن انتوا الكلام ده خدتوه سهل. انا بشوف الحب بتاعكم كان في جزء على الكرنت وحسابات الكرنت. انتوا بتنسوا بس ده طبيعي. المهم جي بيساوي ايه في سيجما بي او. طيب خلي بالك بقى معايا، ده اللي انا عملته لك هنا في بدايه البرهان. بصوا بقى عشان برضه الناس يعني تفهم ان الكونسبت اوف بول دي كنت ممكن اجيب لها الاكسبريشن بطريقه سهله. انا بدايه هنا بديت لك ازاي؟ بص قلت لك ده الاكسبريشن اللي عندك صح؟ انك عاوز تحسب الكرنت هيبقى اي مضروب في سيجما بي وباي. طيب انا لو كلهم باي، لو جيت احسب سيجما بي وباي دي هتطلع بكام على طول؟ بزيرو، كل واحد زي التاني. طيب لو انت بقى جيت في الحاله الثانيه دي اللي فيها واحد مشي، ركز كويس، هتيجي تقول لي المفروض ان انا لما اجي اجمع الكرنت في الكيس ده هي احسبها ازاي؟ حاول هو الكرنت ممكن اكتبها، قول الكرنت بتاع كل دول ناقص ميسنج واحد، صح ولا غلط؟ يبقى ممكن اكتبها ان الكرنت بتاع كلهم ماينس واحد بس اللي هو موجود. طيب ما انت عارف ان الكرنت بتاع كلهم ده بكام؟ بزيرو، صح ولا لا؟ هتلاقي الماينس اللي حضرتك مع شرط الماينس بتاع اللي كنت بتكلم عملتها لك ايه؟ بلس. يبقى كما لو كان ان الكرنت بلس تشارج مضروبه في السرعه اللي هي كانها الهول مضروبه في السرعه بتاعتها. يعني ده برضو من نقطه ثانيه من الفك الفهامه ان الميسنج الكترون كانها تعني بوزيتيف تشارج بتعمل لها السمنيشن اللي موجود. كده هي احنا طبعا اخذنا الجزء ده كل المره اللي فاتت، فكده هو خلص بالنسبه لك الكورس ده جزء. طيب دلوقتي بقى طلع بروبلم سيت 5. انا بص يا جماعه يعني هحل معاك بروبلم سيت 5 دلوقتي، انا هحطها لك على الشاشه، بس يا ريتكم تحاولوا تطلعوها ان في بعض الكومنت وحاجات ممكن كنت تحتاج تكتبها. انا هحل معاك بروبلم سيت. انا الايمان الحقيقه ان احل الجزء بتاع الترو والفولس والمالتيبل تشويس. الدومين فيهم فيزيكال، المسالتين اللي بعد كده لو واحد وقف فيهم مش طبيعي ان حد بيقدر يقف انهم ستريت فورورد اكتر من انك انت ممكن. فانا يهمني بس الترو والفولس، ان الترو والفولس في احيانا يعني منهم هرجع لك تقريبا الشابتر كله بقى من ناحيه كتير. نبتدي بالترو والفولس وبعدين نبتدي بالمالتيبل تشويس. البروبلم عندك السوليوشن بتاعتها، وبرضه انت عندك السوليوشن بتاع الشيء بالكامل. لكن انا لو حد منك وقف انا افضل اعمل معاكم المالتيبل تشويس، انا كده هبقى افكرك بكل الفيزيكال مينينج اللي موجود عندك، خصوصا ان يعني دي فيها الدينيس اوف ستيتس. يعني مسائل الدينيس اوف ستيتس انا ما كنتش حاطط لك مسائل الدينيس اوف ستيتس في ست فور، انا هحطك في ست فايف. معنى ست فايف انت يعني لما منكم حل البروبلم ست فور هي شملت كل الكوانتم ميكانكس باستثناء الدينيس اوف ستيتس. حتى هنا في مسالتين على الدينيس اوف ستيتس فيزيكال. الناس اللي مش معاك كم واحد منكم معوش شيء؟ انا حاطط لك السلايد دلوقتي. هي انت هتلاقي المالتيبل تشويس هنا اللي
17 بقى. والمالتيبل تشويس الثاني اسف الكتوب والفولس المالتيبل تشويس 13 هتلاقوا في شيت فيهم 12 واحده ناقصه بس عشان ممكن تعملوا كوركشن 12 واحده 13 في واحده ميزي عشان دي وعدكم بيمشي بالترتيب صافي النص فهتلخبط لك الظروف بس انت ماشي باني واحده حاولوا بقى تحلوا اول سته كده هقول لك الاجابات ولو في مشكله في اجابه واحده فيهم انا هعرفها بس حاولوا انت تكملوا يعني انا هديك 5 مينز كده في كل واحده تفكر فيهم الاول وبعدين اول واحده
ستيتس خلي بالك الديفينيشنز بتاعتها، انت عندك كذا ابساي ليهم نفس الامبكت، مش كذا مش حاجات نفس يعني ليها نفس الانرجي مختلفه في عدد الكوانتم نمبرز، لا ده هي العكس، هي الديجنرال عدد ستيتس مختلفه لكن كلهم ليهم ذا سيم انرجي ذا سيم كوانتم نمبر، يعني هي الغلط هنا في كيس ذا سيم كوانتم نمبر، هي ذا سيم انرجي ديفرنت كوانتم نمبر عند ذا سيم انرجي. طيب اولا هنا بيقول لك ان الديريس اوف ستيتس ماتيريال ديكريزز ويز انكريزنج انرجي، غلط طبعا، حتى عندكم الشيت نفسه الفورمولا الشيت هتلاقي النمبر بتاع الستيتس اللي هي موجوده دي بروبورشنال مع اي اس ايه؟ اوف اي اس ايه، طبعا المعادله بتزيد الديريس اوف ستيتس مع زياده اللي هي الانرجي، الناس منكم ممكن ناسيانها لكن دي اوف. اللي تهمني بقى هي البلوك فانكشن، هنا بعض الناس برضو مش فاهمه البلوك فانكشن وسالتني فيها اكتر من مره الرسمه اللي موجوده، هو هنا بيقول لك بلوك ثيرم ستيتمنت ان الويف فانكشن وان الالكترو كريستال دي اثنين ماشي ويف بتتحرك موديوليتد باي بيريودك فانكشن، ده صح معناه ايه؟ انا قلتها كده كده الإجابة هنا true، اللي منكم ما ذكرهاش ممكن يفتكر معانا الحكاية دي يعني، بيبتدي يحاول يخلصها. يا أنت المعادلة عندك واي بتساوي إي إي أس أي كي إكس، المعادلة دي بتدي لك إيه؟ معادلة ويف، الويف دي بروباجيت في اتجاه مين؟ اتجاه إكس، خلي بالك ما قلنا الأي بتبقى عكس اللي هي أوميجا، بس الويف دي وهي تنتقل هل ديفرنت امبليتيود ولا ذا سيم امبليتيود؟ ذا سيم امبليتيود. تعالوا لو انا بتكلم عن ماتيريال، الماتيريال دلوقتي لو انا عندي سي اتوم محطوطه هنا اتوم مثلا وهنا اتمس ثانية وهنا اتمس ثالثة مثلا هنسى، يعني تعالى ناخد حتى الاثنين، بصوا لو وجود الاتمس في مكان واحد هيبقى في ابساي ليها ديستريبيوشن صح؟ طيب افرض ان الديستريبيوشن بتاع الابساي ده كان عامل كده مثلا نفترض في المكان ده هيرجع يتكرر مرة ثانية، طيب يبقى الفرق الوحيد من هنا ان ايه دي لا يمكن تبقى كونسنت، لكن اللي هتتكرر عند الاتوم دي هتعيد الشكل بتاعها، يبقى انا عندي ويف كنت بروباجيت ولكن الامبليتيود بتاعها ليس كونستنت، هو ده اللي بيقول كان دي بالظبط الابساي بقى اللي عندك دي سميها يو اوف اكس اي فانكشن اوف اكس وعماله انها تتكرر عندك مره كده، هو هي عباره عن مين ده صح وهي موديوليتد بشكل معين بيتغير عند الفانكشن وبيبروباجيت كل اتوم زي الثانيه زي الثالثه، فاهم كانك شايف موديليت الويب عماله تبروباجيت جوه السوشيال، وهي دي بلوك ثيوري فعلا بنصها يعني. طيب نرجع للثانيه من فضلكم ليه ترو؟ هنا بيقول لك according to كروني بيني موديل the loud energy band decreases with increasing the width of the potential band. لو سمحت الحته دي مهمه جدا. يقول لك هنا ان الالاو باند ديكريزز بتقل. اسالك سؤال بص كده، فاكرين الباند كانت بتتكون من ايه؟ احنا كان عندنا حاجتين لو تفتكر، كان عندنا حاجه كده وكده وكنا بنحط مجموعه سوليوشن من كام لكام؟ من زائد ناقص، كنا بنقول دي الباند رقم واحد، هنا دي البراند رقم اثنين. طيب اسالك سؤال دلوقتي، البايننج انرجي دي اللي هو البوينت كل ما يزيد ده يحصل ايه؟ ده اللي اتفقنا عليه، يعني افرضوا ان انا كان عندي بايننج انرجي عالي جدا وانا نازل من فوق، هل انا هقطع بميل كده؟ لا، انا هاجي كده واقطع مور شرط صح ولا لا؟
يبقى معنى كده ان الباد دي تقل. طيب ارجعنا للبايندنج انرجي ده. البايندنج انرجي هتلاقي فيها كونستنتس موجوده منهم البي اللي هو عرض الايه؟ الويتس العام. يبقى كل ما الويتس يكبر كل ما مين؟ بي يزيد، كل ما ان الباد دي تديكريز الرينج بتاعها. فدايما خلي بالكم اما تيجي تتسال يقول لك زياده اليو نقصان اليو زياده الان كذا، ريفليكت ده كله الى البايندنج ايه؟ انرجي. شوف ده البايندنج انرجي، الحاجات دي تزود البايندنج انرجي ولا تنقص البايندنج انرجي. فانت هنا عرض البيتس عندك، وحتى انا هقول لكم على حاجه بسيطه كده. فاكرين الفاينايت بوكس؟ طيب الفاينايت بوكس اللي عندك انت كل فعلا ما تبقى بعيد البي عريضه مش تاثير الاتومز على بعضها هيتلاشى، يبقى انت كانك رجعت الى الحاله المعزوله زي الفاينايت ايه؟ بوكسز. فانت عشان كده تكير خلي بالكم من النقط اللي هي بتبقى موجوده عندك. دايما ريفلكت لما يجي يقول لك الويتس ديكريز الايجاب تتغير، دايما ريفلكت الحاجه المطلوبه على البي وبعدين تبص البي تعمل ايه عندك في المساله اللي موجوده. طيب عشان كده دي ترو. اخر واحده بقى هنا بيقول لك ان according to chronic venue model the velocity of electron become maximum at the top of the bottom. هي طبعا توب وبوتوم بكام؟ بزيرو. هي طبعا بتدبند على الاسلوب اللي موجود عندك، هي تقريبا بتبقى قرب الميدل. اول حاجه لو عاوز تكتبها كوريكت صح يعني دي اما تيجي تصححها، اصل كان يوم هنا الاسئله كانت بتقول كده، انك لازم تعمل الكوريكشن دي بدل ما تقول ساعتها at the maximum ولا كده، انك تقول ان الفيلوسيتي ايكوال زيرو at the top او at the bottom، او انك انت عاوز الماكسيم يبقى عند الانفليكت بوينت. لما يكون عندك كيرف وفي الانفليكت بوينت الموجوده هي دي النقطه اللي عندها ايه؟ الماكسيم. في ناس تقول ايه عند المنتصف، ما حدش قال ان هو عند المنتصف عشان انت فرضتها مع ساين او كوزاين، لكن هي ان جنرال احنا ما نعرفش. فنقول دايما عند الانفليكت بوينت اللي هي النقطه اللي فيها الكسره في كده. دي المجموعه اللي هي موجوده عندك. نبتدي بقى نشوف من 7 لـ 12 عشان معلش هناخد بس ده من 7 لـ 10 عشان هضطر انزل السلايد خليك معايا. اعمل بقى من 7 لـ 10 بس دلوقتي تشوفوا هو كوانتم نمبر اللي هو بيبقى ال ان توتال ال ان لا ال ان اكس ان واي لان هو كذا ده اللي كنت ما هي 1 دايمنشن بتبقى توتال ولا 2 دايمنشن هيبقوا عندك رقمين 3 دايمنشن هتبقى لازم افتكرتها اللي هي السيجما التوتال اللي هو هي دي الروت دي سكوير دي سكوير ما هي ده الماجنيتيود بتاعها الماجنيتيود بتاعها لكن هو بيسال ايه الفاليو يعني قلت لك 1 1 1 1 1 3 دي مجموعه من الكوانتم نمبر ليها روت معين لو قلت لك 1 2 3 ان دي قيمه مختلفة ما بيقول كلمة كوانتم نمبر هو يقصد اللي هي ان اكس ان واي ان زد الست على بعض. هل ده ممكن يبقى كوندكتور؟ لا، الكوندكتور بيوصل في اي حاجه
التونيشن على السيمي كوندكتور، ان السيمي كوندكتور لو رفعت درجه الحراره في جزء منهم هيخش جوه الكوندكتور. يبقى انت تختار يا اما تنفي بالميتال نفسه او انك تنفي بالبارشال افكت او اللي هي في الاخر. بعد كده بيقول لك هنا الاستيكت ماسك بيخش في سكرفينشال اوف اي طبعا ديفولت هي مش دايركت بروبوشن هي انفرسلي بروبوشن. الأخيرة الأساس نمرة 9 يقول لك سيمي كوندكتور ماتيريال ار كاركترايز باي يعني هو باند ستراكشر كونتيننج اوفرلاب. طبعا الكونتيننج اوفرلاب هو الايه؟ الميتال وليس او الكوندكتور نفسه. نمرة 10 بيقول لك هنا برضه دي هي بروف ان هو بيقول لك هنا ذا ريكتوم باند ستراكشر فاوند سيمي كوندكتور از ذا سيم از ان سيليك. لكن طبعا بيقول لك بعد كده هي خطيرة جدا بيقول لك ان هو ريليتيفلي وايت وطبعا ممكن يبقى وايت هو القلب يعني مش وايد. طبعا هو لو عاوز تعملها ممكن تقول الانسليتور تقلب الانسليتور مكان سيمي كوندكتور بس الانسليتور هو اللي ايه؟ اوكي طيب نيجي على البوينت اللي بعد كده تقريبا هنجيبكم كده على 11 جاي 17 تقريبا هحرك مكان 17 شويه فوق خلي بالكم بتتكلم عن ابلايد فيلد وابلايد فورس. ابلايد فيلد يقصد الالكتريك فيلد الفورس طبعا لو هي نيجاتيف تشارج هيبقوا عكسه يا جماعه خلي بالكم الحته دي مفضله. لو انت عندك الي الكتريك فيلد كده لو عندك بوزيتيف تشارج الفورس هتبقى في نفس الاتجاه لكن الالكتريك هيبقى العكس عشان في ناس كتيره وقعت في الطرق واحده منهم بسبب. طيب نرجع نبص على الحاجات اللي موجوده عندنا. اولا تعال نبص على نمره 11 بيقول لك ان البارابوليك انرجي باند الايفكتيف ماس بتاع
بتاعتك ماست بي زيرو، هي ماست بي زيرو ولا ماست بي كونستنت؟ طبعا اولا يعني زيرو ماس دي تبقى مشكله كبيره جدا، كل السيمي كونتاكت بتبقى زيرو طبعا مش طبيعي. بعد كده بيقول لك ايه هو از بوزيتيف افكتيف ماس اند بوزيتيف الكترونيك تشارج، صح على طول وماشي معاه في ما هو لو هي بوزيتيف لما تعتبرها بوزيتيف افكتيف ماس وبوزيتيف تشارج هتبقى ماشيه معاه الايجاب. طيب بيقول لك هنا الالكترون موفينج نير ذا توب اوف الاود انرجي باند، خلي بالك توب في الاود انرجي باند موفز ان ذا سيم دايركشن as applied electric field. هو هي هتمشي عكس الفورس بس مع الفيلد، صح؟ ماشي. اوكي. طيب نرجع ل 14 بقى. بيقول لك ان السيمي كوندكتور از يوزد تو اكسبلين ذا بيهيفير اوف الكترون اوف نيجاتيف افكتيف ماس ات ذا بوتوم، طبعا بوتوم دي غلط يعني زي ايه؟ هذا طب ماشي. انا بس بسرعه عشان في كام واحده كده في الاخر عاوز ان انا اخدهم. بص هم كل الدروس طبعا ما فيهمش مشكله هي يمكن الاخيره بس طبعا الناس ما بتاخدش بالها كلمه النوتيفيكيشن انتو اكونت يعني بياخد في الاعتبار طبعا تاثير الايه الانترنال فورس، هو ده فعلا الانفلونزا بتاع الباتس، ما الانترنال فورس هي تاثير الباتس العباره الاخيره صح عشان كده يعني مولع internal force او اقول لك ان اللاتس او التاثير بتاع اللاتس. بص بقى نعم 17 مش فاضي بس بص بقى عشان الوقت كده انا في حاجات سلكتها قطر في دول اللي يهمني انك انت تاخد بالك منها. بص Thank you.
المسائل اللي دي حاول تعملها بالارقام، لان حتى الكالكوليتر او حاجه دي محتاجه حاجات بسيطه قوي، مش لازم الكالكوليتر مثلا ساينتفك او حاجه، بس حاول تشوف الارقام. حاول تحل مفضل نمره 2. كل اللي بتعملوه بتكون عاوزين تستخدموا الالكترون فولت، انك بتركز على
بتنسى ان الاتش نفسه مكتوب بالجوف. تمام، عشان دايما دي سبب خطا المساله. اخر بروبلم ست عندك كان هو اللي هو الثلاثه بروبلمز. المساله الاولانيه كل اخطائكم بتطلع لي سرعه البارتكل اكتر من سرعه الضوء، وبتبرزاني. وده بقى يعني انا يعني بعد كده اللي بيعملها تشوف في الامتحان انا بديله صفر والضمير منتحب بجد. يعني انك انت بتطلع لي بقى سرعه كمان خرافيه، يعني هي سرعه الضوء 10 اس 8، انت بتطلع لي حاجه في 10 اس 27 بتبرزاني. فطبعا انا بشوف بجد الرقم ده يعني دايما الجروف لوس دي كومن كل اخطائهم بلا استثناء ان هو بيحول الالكترون بورت لجول وينسى الاتش. طبعا الاتش رقم 10 اس ناقص 34 بيختصر جامد جدا، فبيطلع له الرقم مظبوط. يعني هو لو حسبها هتطلع الفاليوز. ف يعني ارجوك الارقام لو حسبت حاجه حتى وطلعت غلط بس هو خلاص مفيش بروبلمز يعني ليها، دايما اكتب كومنت ان الرقم غلط. ما تسيبش الرقم خرافي كده وتحطه وتسيب ده عامه حتى في اللاب في كل شغلك في كل امتحاناتك اللي جايه لغايه بكالوريوس. النقطه دي بتفرق جامد جدا انك انت حاسس بالقيم دي ولا لا. يعني بجد يعني دي مشكله بنقابلها جامد جدا مع الانجنييرز حتى وقت في البروجكتس، حتى في البروجكتس بره. يعني يروح حاسب لك حاجه انت مجرد تبص للمنظر بتقول دي غلط، ده لا يمكن الرقم ده تقدر انك انت تحققه. طيب نرجع بقى هنا دلوقتي بسيطه يعني. هي الـ ADA ايه تعريف البروبابيلتي فيه؟ يا اخوانا بصوا كده لو حطيت اكس بصفر طلع اسمك يبقى الـ ADA هي مين؟ يا ابني لو حطيت اكس بصفر الجزء ده هيبقى بكام؟ 1. يبقى البروبابيلتي عند اكس بتساوي 0 دي اللي هي عند الانترفيس هي نفسها ايه؟ سكوير. اولا انت مش محتاجها لكن بس انا بتكلم عشان الكونستنت ده. طيب هو لو طلب البروبابيلتي مره عاوز كانك الموديلز ده عاوزها مره عند اكس بوينت 2 او 2.5 بس دي نانومتر، يبقى انت هتكتبها هنا اي سكوير اي ناقص 2 جاما اكس، وهتكتبها بعد كده على ساي سكوير عند اكس بتساوي 0. دي هنا هتبقى هي الاي سكوير. طبعا الاي سكوير هتغير بي سكوير، يعني هو البروبابيلتي اللي طالبها 2 اس ايه ناقص 2 جاما اكس. اما هتحسبوها هتطلع هي الرقم ايه اللي موجود فين. يعني هو كان بيقول لك مديك الفاريبل بيقول لك انا عاوز الريشيو في البروبابيلتي من اكس جوه هنا على بعد المسافه دي الى اكس عند الانترفيس اللي هي عند اكس بتساوي 0. انت كتير جدا منكم عاوز يجيب الايه؟ هو ما يهموش الايه ان هو حتى الايه دي مدى حاطين مع بعض. طيب لا سمحت دكتور نعم هو الدهاني عند مسافه معينه بس ما فيش انتجريشن لو ثاني يعني فين الانتجريشن؟ باشمهندس هو قال لك هات لي مجموعه البروبابيلتي ولا بيقول لك البروبابيلتي ات اي بوينت؟ ده برضه السؤال ده ينفع يا احمد. الحته دي انا برضه اسئله غريبه جدا يا احمد. انا لو قلت لك ابساي ده المنظر او دي ابساي يا لو قلت لك انا عاوز قيمه البروبابيلتي عند 4.5 اتعاوز انتجريشن؟ لا انا عايز استفسر بس على حاجه. لا يعني فهمني تحدد لي سكور عند 4.5 هي دي. لكن لو قلت لك انا عاوز مجموعه البروبابيلتي من 3.5 الى 4.5 ده اللي ساعتها هتعمل الانتجريشن. ففي فرق بين البروبابيلتي ادي بوينت والفرق ان انا بقول لك احتمال تواجد حاجه من كذا الى كذا. هنا هو بيقول لك انا عاوز البروبابيلتي عند بوينت تبعد 0.25 الى اكس بتساوي كام؟ زيرو. يبقى هي فين هنا الانتجريشن؟ حتى لو المسافه دي صغيره او كبيره فين الانتجريشن؟ مش اي نوع من الانتجريشن عند بوينت وعند بوينت. ده خلي بالك انا الحته دي خطيره كتير جدا. انت الغلطه اللي انت عملتها دي انا بقول لك دي يوم كانت في الامتحان اكتر من مثلا 40% من الطلبه عملت الانتجريشن. وده صار جدا. انت بتكمل ليه؟ هو انا بقول لك هات لي ده انا بقول لك هات ريشيو حتى واضحه جدا ان عنده نقطه وعنده نقطه. اللي يمكن تبقى مسافه ريشيو. طيب بص الفتره اتعلمنا 4 و5 و6 عشان هم مرتبطين ببعض. هي اكترهم 6 برضه دي كانت في امتحان. برضه مشكله بقى. طب هنضطر نمشي بالترتيب ان مش هتيجي اوكي
يعني فاكر بس انك تفتكر حاجات عن الذات اللي هي الديلي سوجستيف. هل انت تقدر انك انت تحل الذات دي؟ Thank you.
مش مهندس. انت عندك في يا ايه يا بي يا سي يا دي يا اي، تقول لي واحده منهم. لا طبعا ولا دي الاجابه المفروض دي. احنا لسه يا بنت بيقعد بس واحده. انتوا بتوع مبسوطه قوي على في الطبيعي دلوقتي بتتدرب على الحاجات دي. مش مهندس الناس اللي بتتكلم. اولا هو معرفنا اس اللي موجوده عندك البلد. قال لك ايه انرجي بير يونت؟ بير يونت فوليوم. يعني معنى كده ان هو عمل الانتجريشن بالنسبه لمين؟ للاي. يبقى اس بتاعتك خلي بالك لو سمحت. اولا دي بير يونت فوليوم. بعد كده كل هتلاقي بير يونت فوليوم يبقى دي لازم بروبورشن مع اي اس كام؟ اثنين اللي هي اي اس 1.5. دي ده هو قال لك لك لو دلوقتي هو عاوز اس 1 على اس 2 لو انا هعمل اس 1 على اس 2 هدي هتبقى اي 1 على اي 2 بس اي 1 على اي 2 طبعا دي اس كام؟ 1.5. سؤال هل الفوليوم يخش في اي حاجه؟ لا طبعا يعني هي اساسا بير يونت خلاص. طب لو انت الانرجي عندك زادت كم مره؟ اربع مرات. طيب شوف انت بقى متزيد عندك اربع مرات تبقى الفاليو فين؟ هتلاقي الاجابه رقم يعني انت عندك ده على ده هيبقى باربعه. اربعه اللي هي 2 اس 2 هي اربعه ممكن كده كانها 2 اس 2 وواحد ونص دي كانها 3 على يبقى دي هتضيف دي اي اس 3 اللي هي 8 هتكون الاجابه اللي هي دي اللي موجوده. كم واحد ما فهمهاش؟ طيب ايه اللي انت مش فاهمه؟ انا دلوقتي بقول لك حاجه بير يونت فوليوم خلاص؟ هل حاجه بير يونت فوليوم يبقى الحجم هيغير عندي الايكويشن؟ لا صح ولا لا؟ انا لو النهارده جيت وقلت لك حاجه اي حسبه هتحسبي على شكل معين هتروحي في الاخر اسمها على الفوليوم بتاعك، فدايما انت عندك الفوليوم مش هتخش حاجه جوه الحساب، صح ولا غلط؟ يعني زي ما بقول لك لو جيت قلت لك عندك مقاومه الواير 30 اوم للصدمه. صح؟ كل ان قسمت 30 اوم للصدمه. لو انت اخذت نص سنتي هتبقى المقاومه برضه 30 اوم للصدمه. صح ولا غلط؟ لو اخذت 10 متر هي 30 اوم للايه؟ للسنتي. انك اي طول هتاخديه لو جيتي قسمتي على الطول مره ثانيه هترجعي لنفس الفاليو. صح ولا غلط؟ اه. اخذت سنتي هتقولي 30. اخذت نص هتقولي 15 صح؟ 15 لو اخذتيه على نص هتطلع كام؟ 30 وهكذا. يبقى اذا انت الريشيو عندك طول ما انت عرفتي حاجه بير يونت فوليوم بير يونت كذا دي ما تتغيرش كفاليو ابدا انها بير يونت كذا. خلاص؟ لو اني حسبتي لي الدنس اوف ستيتس بير يونت فوليوم بس مش بير يونت انرجي هتطلع اس كام؟ 3 على 2. عشان كده قلت لك لو اس 1 على اس 2 اللي هو الدنس اوف ستيتس الحاله الاولانيه الدنس اوف ستيتس الحاله الثانيه هتبقى اي 1 على اي 2. انت عندك واحده منهم زادت اربع مرات الثانيه معناها كانت 2 اس 2 ودي اس 1 ونص دي اس 3 على 2. ال 2 دي هتغير ال 2 دي هتبقى اس كام؟ 2 اس 4. طيب ايوه يا باشمهندس بس هو الحسبه بير يونت فوليوم يا ابني الفوليوم مش داخل في حاجه دلوقتي السؤال بس لو انا عرفتك يعني بس عشان الحته دي خطيره قلت لك انا هعرف اس اوم بالسنتيمتر خلاص؟ ركز كويس، اوم بير سنتيمتر. قلت لك ان الاوم بير سنتيمتر دي 30. خلاص؟ اس دي بقى تعتمد على الطول؟ اه ده كوكب. تعالى بقى. ليه ده دي بقى يعني انت تبقى مهندس تعبان لو قلت حاجه دي لاي حد. ليه بس؟ تعالى بس. افرض واحده اخذت سنتي. المقاومه عنده كام؟ 30 صح ولا غلط؟ طيب واحد اخذ نص سنتي
واحد واحد طب دي هتبقى 30 على 1 عشان تقول لي رو دي هتبقى كام؟ 15 والتستور عندك كام؟ نص هتطلع كام برضه؟ يبقى دي ما تتوقفش ابدا كرو انت غيرت الفوليوم او ما غيرتوش غيرت الطول او ما غيرتوش خلاص؟ هو عرفنا بالاس ان الحاجه بير يونت فوليوم يبقى الاس دي نفسها ما تتغيرش بتغير الفوليوم فهمتها ولا لا؟ واضح انت لسه هل هو طلب منك الدنسيتي اوف ستيتس ولا طلب منك الاس 1 واس 2؟ افهم لو انا كنت بطلب منك الاوم كانت تفرق ان الاوم هيتغير بتغير الطول زي مره 30 ومره نص كويس؟ هو المره دي طلب منك هنا مين؟ اس دي اللي هي دي هل دي اتغيرت بتغير الطول؟ لا فهمتها ولا لسه مفكر؟ لو غيرنا مع الفوليوم لكن هو ما طلبش كده هو قال لك ده قال لك الانرجي اتغيرت والفوليوم اتغير الكي دي ما يهمنيش تغير مين على طول الفوليوم هيهمني فقط تغير عشان كده بقت 8 لا انا بتكلم عن مساله دي لازم تخلي بالك يعني لو عرفت حاجه انها بين يونت لينس يبقى لينس ملوش تاثير في الفاليو دي خلاص وضعك لا دي حاجه غير المساله دي يا باشمهندس طيب انا باشمهندس حرام عليك انا ما بقولش دلوقتي انا بطلب اجابه سؤال انا بطلب حاجه على اللي كاتبها بالسؤال اللي انت هتحطه لو انت غيرت الكونديشن دي حاجه ثانيه انك لو انت انا عاملها بير يونت فوليوم وانت هتعرفها ان الانرجي ثابته والفوليوم اللي هيتغير خلاص يبقى اكيد الفوليوم هيغير لك الحاجه هيغيرها لك على حسب هو اتغير قد ايه يعني لو الفوليوم غير اربع مرات دي مقسومه على الفوليوم يبقى هتعملها بروبورشن عكسي مع الفوليوم تبقى الربع مثلا بس انا بتكلم على النص اللي انا طلبته هل انا طلبت منك عدد الستيتس ولا الاس في كل حاله؟ الاس في كل حاجه بتعتمد على انك خلاص؟ طيب دكتور ايوه كل المساله دي لو بصيت على الزد هلاقيها انشين صح؟ لو ايه؟ زد density of state لا انت بتبص على الاس مش الزد اه لو بصيت بقى على الزد دي حاجه ثانيه بقى يا جماعه اصل دي كده ايه؟ كانك رجعت قسمت على الفوليوم مره ثانيه مره هتقسم على ربع مره هتقسم على الثاني انا بطلب على الاس بص يا باشمهندس انا بكتب لك ايه في الاول؟ اقرا إيه انا بقول لك اس از ديفاين اد كذا هات الريشيو فين؟ في الاس ولا في الزد؟ خلاص وضع الفرق هنا انا عرفت لك الاس هي العدد بير يونت فوليوم وبعد كده قلت لك لو الانرجي اتغيرت والفوليوم اتغير هات لي الاس ما قلتلكش هات الزد احنا عارفين ان الدنس اوف ستيتس بير يونت فوليوم بير يونت انرجي فلو قال ان الانرجي ايوه طبعا دي حاجه ثانيه لكن انا طلبت مين هنا؟ ماشي اه لو كان طبعا تاني هتحسب طبعا كده هترجع تشوف التاثير هتحسب على الفوليوم طبعا هيبقى مش اه كبرت واحده ما خلصت الثانيه نمبر اوف ست مساسين لكن المهم المساله جماعه يعني ارجوكم الحته دي خطيره جدا لازم تجاوب السؤال اللي محطوط لك مش اللي انت هتحطه انت هو هنا طالب تحسب الاس تقول لي لو حسبت الزد انا مين اللي هتطلب من ده؟ بغض النظر عن المساله ايوه بالظبط وده اللي انا بقوله لزميلك لازم تبقى دي كونديشن ثانيه صح الكونديشن انت بتقول لكن بالنسبه للمساله دي كون ان انا قاسم بريون الفوليوم وبطلبه يبقى ان الفوليوم مش هيأثر أنا هي دي الناس عملت كده فعلا يا جماعه هي اخطر حاجه فعلا لو انت عم حصل لك الكونفوجن انت بتجاوب ساعتها سؤال غير السؤال المطلوب منك دي دينجرس طيب من فضلك اخر واحده بقى عاوزين نبص عليها انا برضه فيها تريك صغيره كده اللي هي نمره 12 12 هي اخر واحده يا دكتور Thank you.
الكلمه اللي لازم تبقى واضحه جدا فيرست بريرمين دي. دي لو واحد منكم ما خدش باله منها هي ما تفرقش فهمني ليه؟ ان كلهم ليهم نفس اللي هي من بس الفيرست بريرمين زون من كام لكام؟ بالنسبه للكي بس من 0 الى باي على ايه؟ دي اللي تهمني عشان تحسب المينيموم انرجي. انا سيبك بفكر فيها عشان ما احرقش وبعدين نرجع لبعض. مش هتفصل اه. بص مفضل في الفيرست زون الاي مينيموم عند كام؟ عند كيف كام؟ في زيرو. اخر البانز كلها في البريلوين زون عند كام؟ باي على تمام يلا يبقى هو مديلك الايكويشن بتاعت الانرجي بس الناس بتتكلم لو سمحت مديلك الايكويشن بتاعت الانرجي كده اي بتساوي 5 ماينس 2 كوزاين كي اي ده شكل طيب معنى كده ان اي 1 دي بتحصل لما دي بتساوي كام؟ زيرو ما انا ده بدايه البند صح ولا غلط؟ هو عاوز يعرف الويتس بتاعت ده يعني عاوز يعرف الانرجي دي ماينس دي بكام؟ طيب انت لو اخدت هنا الكي بتاعتك بصفر كوزاين صفر طبعا بكام؟ واحد يبقى دي معناها ان الاي هتبقى 2 ماينس 2 يبقى كان النقطه دي ثانيه بكام؟ بثلاثه صح؟ طيب عند اخر البان الكي دي هتبقى بكام؟ باي عليه كوزاين باي بكام؟ نيجاتيف 1 نيجاتيف مع نيجاتيف هتبقى هنا الاس دي بتاعتك بسبب معنى كده ان عرض البان ده هي الجي بتاعتها بكام؟ ب 4 الكترون. كتير جدا بقى لما جه حسب دي لخبط الدنيا بيعمل حاجات غريبه جدا يقول لك فرد تبتدي من ناقص باي على ايه؟ الى باي على ناقص باي على ايه وباي على ايه؟ دول الاند بتاعت مين؟ بتاعت البان. هو بيقول لك عرض البان يبقى عرض المينيمم بتاع البان والماكسيمم بتاع البان. اي بان المينيمم بتاعه عند كيلو بتساوي صفر الماكسيمم بتاعه يا اما ناقص باي على ايه او زائد باي مش فارقه تاخدها يمين او تاخدها شمال بس طبعا هي لازم تعوض واحده فدي لو سمحت يعني دي كانت واحده يا لو تيتا كان البند الثانيه فوق ممكن مثلا بدل ما اطلب عرض البان اطلب عرض اليمين الايجابي ما هي هي معنى كده هتجيب المينيمم بتاع الليفل اللي بعده وعندك الماكسيمم بتاع الليفل اللي انت فيه الفرق بينهم هو الايجابي يعني هي متكرره في اكثر من امتحان بس بطريقه دي ان هو ممكن يطلب البان نفسها او الايجابي اللي هي ما بين الفرق. طيب عامة يعني احنا كده خلصنا الجزء ده. ربنا ان شاء الله.